فوق هذا الرصيف المقابل لشارع كورنيش المزرعة الرئيسي في بيروت، انطلقت مبادرة الشاب مختار عتاني لتجهيز الوسائد وتوزيعها على من شردتهم الحرب. مبادرة انطلقت مما وجد في البيت، باعتبار تصنيع الوسائد هو مهنة العائلة. في الوقت الحالي نحن عائلة، يعني ثلاثة عموم وخالي وامي وخيي، نحن اللي عم نشتغل اوبريشن، باليوم عم نعمل تقريبا 500 مخدة. أول ما بلشنا كنا عم نوصل لل 1000 و 1200 باليوم الواحد. أي حدا في يتبرع ماديا، في يتبرع بالمواد الأولية، بيكون كثير عم بيقدر يساعدنا لحتى نكفي بهيدي المسيرة، لأنه كل يوم العدد عم بيزيد. تعتمد مبادرة مختار عتاني على التبرعات من الأقمشة إلى القطن وغير ذلك من المواد، لسد الحاجة الكثيفة للوسائد والتي تزداد بفعل النزوح المتتالي جراء اتساع مدى الاستهدافات الإسرائيلية. هلا نحن اليوم صرنا عاملين حوالي 11200 مخدة بغضون شهر وأسبوع. التبرعات أول ما بلشنا كان عم بيجي بكثافة لحتى قدرنا عملنا هذا العدد، هلا بلشت تخف كثير التبرعات. تشكل الوسائد فضلا عن الفرش والأغطية الصوفية ضرورات أساسية في عملية إيواء النازحين، وتأمين مجملها لا يزال قاصرا عن المطلوب. هذه المبادرة هي واحدة من مبادرات كثيرة تعني الكثير لمطلقيها من الرضا، وتعطي المتلقين بعضا من الأمل بأن الدنيا لم تخلو بعد من خير. رينا دويهي، الحدث، بيروت.